الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يسعدني أن يتجدد اللقاء بهذه الوجوه الطيبة لتناول قضية مهمة من قضايا الحالة العراقية بعد عام 2003. الموضوع اليوم موضوع حيوي ودقيق ويتعلق بأهم كائن على الأرض وهو الإنسان، وبالتالي حينما تنتهك حرية الإنسان تنتهك كل الحريات، وحينما يهان الإنسان تهان كل الكائنات، وبالتالي أعتقد من هنا تأتي أهمية المحاضرة. سبق وأن حدثني صديق من مدينة عراقية من كوبا أن بعض الأجهزة الأمنية كانت تجمع الناس من الشوارع وتزج بها في المعتقلات، وبعد 3 أشهر جاء بأمر إلقاء القبض. كان الاعتقال في نيسان وأمر إلقاء القبض في نهاية حزيران، هذا يعني أنه اعتقل بدون أوامر قبض. وبمرور الزمن عرف يعني السبب الحقيقي لهذا التجميع العشوائي للناس من الشوارع ومن المنازل. قال إن السجين الواحد يدفع أو يخصص له 10 دولارات يومياً. كانت تصرف على السجين واحد أقل من دولارين، والبقية هي عبارة عن أموال تجمع لبعض الضباط الذين نسوا العدالة الإلهية وغابت ضمائرهم. من هنا حينما يتم التعامل مع الإنسان على أنه بضاعة تباع وتشترى، أعتقد أن هذه الحالة حالة مخيفة، وبالتالي السجون حينما وضعت وضعت للإصلاح وليس للتخريب، وبالتالي الدوائر التي تعنى بالسجون تسمى الدوائر الإصلاحية، لأن الإنسان أي إنسان ممكن أن يكون من الصالحين أو من الطالحين، وبالتالي الإنسان غير الصالح يفترض بالدولة، وهي مجبورة هنا بنشر العدل والأمان، أن تحاول عبر الإعلام عبر يعني القوة الإيجابية الموجودة في الدولة أن تصلح الأشرار بين هلالين، وحينما تعجز عنه الدولة وتكون هنالك جرائم يفترض أن يعني يحاكم عليها، تكون هنا ضرورة وجود السجون. وبالتالي منذ أن قتل قابيل هابيل كانت بداية الجريمة، وبالتالي السجون ضرورة إنسانية ملحة، لكن من المؤلم أن تكون هذه السجون نقطة بداية الخراب وليس نقطة بداية الإصلاح. من هنا تأتي أهمية محاضرة هذا اليوم للدكتور أحمد الفلاحي الباحث في مجال حقوق الإنسان، وهي بعنوان سجون العراق مآسي وراء القضبان سجن الحوت نموذجا. فليتفضل. مشكورا سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة دعوني أولاً أتقدم بالشكر والامتنان لإدارة مركز رسام لدعوتها لنا لإلقاء محاضرة حول موضوع السجون العراقية وما تشهده من انتهاكات وما تشهده من أوضاع إنسانية مزرية. حقيقة هذا الموضوع كما تفضل الدكتور جاسم لم يأخذ حيز الاهتمام المطلوب له من قبل المنظمات الحقوقية والقنوات الإعلامية لما يشهده من انتهاكات لا توجد لدى الحكومة العراقية لحد الآن معالجات لها، وبالتالي نحن اليوم أمام انتهاكات مستمرة، انتهاكات ليس لها أي علاج، ليس لها أي حل. حقيقة لا توجد هناك إرادة حقيقية لمعالجة هذه المشاكل والوقوف على السبل الكثيرة بحلها. قبل حقيقة أن أدخل بموضوع الموضوع، أود أن أقدم نبذة تاريخية بسيطة عن تطور المؤسسة العقابية
منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا بشكل موجز. طبعا حقيقة في العصور القديمة كانت هناك كانت تقوم فكرة العقوبة على الانتقام، أنه كان الشخص يوضع في سجن لانتظار العقوبة بالإعدام أو بقطع جزء من جسده أو في بيعه في سوق الرقيق، وبالتالي كانت فكرة السجن هي مكان مؤقت يوضع فيه الشخص وبعد ذلك يتم لتنفيذ العقوبة به فيما بعد. بعد ذلك في العصور الوسطى حقيقة الشرائع الدينية التي نزلت، المسيحية والإسلام والشريعة الإسلامية، أضفت بعض الرحمة على هذه الأمور من خلال إخفاء مبادئ الرحمة والتسامح والصفح وغيرها، فكانت لها تأثير لكن ليس بالتأثير الكبير، وإنما يعني حاولت قدر الإمكان التغيير من هذه النظرة، خصوصا أن الإسلام أخذ بفكرة السجون واعتمدها في كثير من الآيات، خصوصا آية الزنا مثل ما نقول الآية 15 في النساء، عندما قال الله عز وجل اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في بيوتهن. الإمساك في البيوت حسب ما فسره العلماء أنه سجن، وبالتالي وبذلك أن الإسلام كان يعني موافق على فكرة السجن أو الإصلاح للمذنبين. فكرة التطور اللي وصل لنا لحد هذه اللحظة بدأت في العصور الحديثة أو نهاية العصر الثامن عشر، خلينا نقول بظهور المدارس الفكرية وتيارات الإصلاح التي نادت حقيقة بتحويل العقوبة من انتقامية إلى إصلاحية أكثر. فقامت هذه المدارس على فكرة، وهي أنه يجب أن تكون العقوبة هي لإصلاح الشخص وليس للانتقام منه، من خلال مفتاح يسمى مفتاح الإصلاح أو وضع صلح ما بين المجرم وما بين المجتمع. بتحليل هذه المدارس لهذه الفكرة حقيقة وجدت أن الإنسان هو شخص أناني بطبيعته ويقوم بكل شيء، مستعد أن يقوم بأي شيء، لكن هناك بعض المحددات التي تحدد شخصية هذا الإنسان، منها المحدد الديني والعادات والتقاليد، وبالإضافة إلى التربية البيتية، بالإضافة إلى المجتمع المحيط وما يأثر عليه. فهذه كلها تأثيرات تجعل الإنسان أو تحكم الإنسان ما بين السير في الطريق الصحيح أو النشوز في باتجاه خاطئ. لذلك قالت هذه المدارس أو وصلت إلى تصور أنه طالما أن هذا الإنسان عندما يدخل السجن لابد أن تكون لديه بقايا من أمور صالحة وبقايا من عادات وبقايا من تقاليد، ولابد أن تكون لديه بقايا من وجود من مهارات بدنية وذهنية، لا يجب على المجتمع أو يجب على القائمين على السجون أن يقوموا بتنمية هذه الأمور واستغلالها مثل ما نقول لإعادة هذا الشخص إلى المجتمع، وبالتالي تكون هذه مفتاح أو مفتاح تصالح ما بين الشخص وما بين المجتمع. حقيقة هناك عوامل أخرى ساعدت في تطور هاي الفكره، مثل العامل الاقتصادي، انه الثورات الاوروبيه اللي حصلت في نهايه القرن الثامن عشر، واللي كانت الثوره الصناعيه اللي حصلت في اوروبا حقيقه كانت بحاجه الى ايدي عامله، فكان لابد من اعاده هؤلاء مره اخرى لاستخدامهم في تنميه العمل الاقتصادي، بالاضافه الى العامل السياسي المتمثل بانهيار الاقطاع وظهور الدوله بمفهومها الحقيقي. حقيقة بعد أن أكملنا هذا الشق التاريخي أختمه بهذه المقولة لمنظمة العفو الدولية، حقيقة مقولة جدا مهمة تقول: من السهل في بعض الأحيان الاعتقاد بأن حقوق الإنسان لا علاقة لها بنا، وأن المجرمين قايضوا حريتهم بما ارتكبوه من جريمة، لكن هذا المعنى خاطئ لعدة أسباب. من أهم هذه الأسباب هو أن الشخص يكتسب حقوقه التي لا يمكن أن تسلب منه بغض النظر عن من يكون وماذا فعل. فهنا نجد مثل ما تقول ترجمة لهذه الفكرة، أنه الإنسان مهما يكون وماذا يفعل فهو يجب أن يصلح ويجب أن يعاد تأهيله مرة أخرى ليعود إلى حضن المجتمع. حقيقة فيما يتعلق بالحماية، من المعلوم للجميع أن الحماية الدولية، الحماية للحقوق، بمجرد أنه نتكلم عن حق يجب أن تكون هناك قواعد، هذه قواعد إجرائية تتعلق بتحديد هذا الحق وماهيته وتحديد الفئات
التي تشمل تحت هذا الحق، بالإضافة إلى هناك إجراءات آلية التي تتمثل بآلية تنفيذ هذا الحق وتطبيقه، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون هناك آليات حماية لهذا الحق تتمثل بمجموعة من القواعد، تكون إطار محمي لهذه الحقوق بما يكفل تطبيقها بالشكل اللازم. حقوق السجين حقيقة لا تختلف عن غيرها من الحقوق الأخرى. السجين لديه حقوق، وهذه الحقوق محمية دولياً ومحمية سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي. بالنسبة للمستوى الدولي حقيقة يعني الاتفاقات الدولية المتمثلة بميثاق الأمم المتحدة مثلاً، أو مثلاً الإعلان العام لحقوق الإنسان، أو العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثاني لحقوق السياسية والمدنية. هذه الحقوق حقيقة جاءت بمواد قانونية، المواد القانونية هذه تضمنت على عبارات تشمل كل البشر. فعلى سبيل المثال مثلا نجي على ميثاق الأمم المتحدة في الديباجة، ذكر أن لكل فرد أن الحقوق الأساسية لكل إنسان محفوظة وبكرامة لكل فرد. فلما وضع الحقوق أو وضع الإنسان هذا بمفرده بعد الحق، فإن الجميع مشمول بهذا الحق، وبالتالي فإن السجناء أيضا يكونون مشمولين بطبيعة الحال في هذا الأمر. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقيقة أيضا ذكر في أكثر من مادة، ذكر عبارات لكل فرد، لكل شخص، لكل إنسان، ذكر أنه لكل هؤلاء حقوق. فإذا طالما ذكر فرد، فإذا لا يوجد هناك أي استثناء لأي شخص أو لأي فئة من أنه يتمتع بهذه الحقوق، وبالتالي فإن حقوق السجناء تكون مشمولة بهذه الحقوق بطريقة طبيعية، ولا يوجد هناك أي استثناء له في الحصول على هذه الحقوق. حقيقة يعني لو نأتي على المواد القانونية التي ذكرت حقوق السجناء بشكل سريع، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ذكر في المادة الثالثة أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان، كما ذكرت المادة الخامسة أنه عدم جواز إخضاع أي شخص لأي نوع من أنواع التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية واللا إنسانية والحاطة بحقوق الإنسان. أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ذكرت المواد 6 و7 و9 و10 و11 و14 و15 حظر التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والحاطة بالإنسان، كما أنها دعت إلى ضرورة ضمان إجراءات التوقيف، إضافة إلى إقرارها مبدأ العقوبة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. الأمم المتحدة بدورها أو المجتمع الدولي بدوره كان له حقيقة أيضا مؤتمرات كثيرة عقدت لضمان حقوق السجناء، يعني نذكر بها على أجل أيضا قرار الأمم المتحدة الصادر في عام 1955 الخاص بمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين في جنيف، مشروع قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين، حقيقة كانت له أهمية كبيرة، وهو مجموعة من المبادئ الأساسية التي حددت الأوضاع والمعايير المقبولة لمعاملة مختلف طوائف المساجين البالغين وتنظيم إدارة المؤسسات طبقا للآراء والممارسات العصرية. كذلك اعتمدت الجمعية العامة مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وهي مكونة من 8 مواد لتبسيط مسؤوليات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في السلطة أو في حكومات الدول. بالإضافة اعتمدت الأمم المتحدة إلى إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، طبعا هذا الإعلان سنة 1958، كما كانت هناك مبادئ لإعداد مهن الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما في حماية المسجونين والمحتجزين والمعذبين لسنة 1982، وأخيرا إقرارها لقرارها رقم 4 لسنة 2000 الذي أوصت به الجمعية العامة بتبني المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفاعلين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية للإنسان والمهينة، والذي يعرف بمبدأ إسطنبول. هذه مجمل الاتفاقيات والمؤتمرات والإعلانات التي جاءت فيما يخص موضوع حقوق السجناء. أما على الصعيد الوطني حقيقة فنجد أن الدستور العراقي حقيقة حظر جميع أنواع التعذيب والمعاملة اللا إنسانية للسجناء، وهذا ما نصت عليه المادة 37 أولا، والتي نصت على حرية الإنسان وكرامته مصونة، ولا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي، ويحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير إنسانية، ويجب عدم أخذ الاعترافات بطريقة الانتزاع والإكراه أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض والضرر عن الضرر المادي والمعنوي الذي يصيبه وفقا للقانون. حقيقة احنا محور دراستنا سيكون حول قانون
قانون إصلاح السجناء النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 الذي أقره البرلمان العراقي في جريدة الوقائع العراقية رقم العدد 4449 في 16 تموز 2018، والذي يعمل على تنظيم إدارة السجون والمودع بين إدارة أو تنظيم العمل بين إدارة السجون والمودعين فيها من نزلاء، ومن بدءا من لحظة إيداعهم في الإصلاحيات إلى حين خروجهم بانتهاء المحكومية أو بالإفراج عنهم. تضمن القانون هذا على 66 مادة مقسمة إلى فروع، ومقسم هذا القانون إلى 15 فصلا. حقيقة الهدف كان من تشريع هذا القانون هو إعادة تأهيل النزلاء من خلال إقرار عدة حقوق، ومنها حقوق تتعلق بالأمور الاقتصادية، عفوا دكتور، بس عدة حقوق، منها عندنا المادة 13 نصت على منع التعذيب والمعاملة المهينة، بالإضافة إلى المفصل الخامس من القانون نص على ضرورة أن تكون هنا نص على مجمل المستلزمات الرعاية الصحية للمودعين والنزلاء، ووضعها في جملة من النقاط حقيقة في مواد 11 و12 و13، نصت على حقيقة تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لكل نزيل، إنشاء مستشفيات ومراكز صحية، تخصيص جناح خاص للنقود، اهتمام بالمراكز الصحية من حيث النظافة، توفير العلاج الطبي، توفير معاهد بحوث في وزارة الصحة، تحدد كميات الطعام ونوعيته، اشترطت أن يكون طعام النزيل صحيا وكافيا، وحتى وصلت به الدرجة، يعني وصلت الموضوع الاهتمام إلى درجة أنه يجب المراعاة الأكل بالنسبة لمن يعني مراعاة معتقد النزيل فيما يخص موضوع الطعام، جاز هذا الأكل لا يأكله أو لا حسب معتقده، يعني كذلك يجب أن يخضع النزيل إلى مدة تشميس طويلة، ناهيك عن سماح له ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى أن المادة 4 نصت على ضرورة توفير الأماكن المخصصة للنوم، وتوفير عنابر تكون واسعة وتكون وتحتوي على أسرة ومراعاة فيها عدم الاكتظاظ، أن تكون العنابر مستوفية للشروط الصحية والمناخية، أن تكون النوافذ واسعة ومحصنة، الاهتمام بمصادر المياه وتوفير الأحواض وغيرها. عندنا المادة 15 من القانون نصت على توفير الملابس الجيدة للنزلاء، تزويد كل نزيل بما يتناسب مع المناخ، ويسمح للنزيل أيضا ارتداء ملابس خاصة، يعني أيضا سمحت بهذا الأمر. بالنسبة للرعاية الصحية أيضا أضافت إلى ذلك تقديم الرعاية الصحية اللازمة للحوامل، توفير فتح ملف لكل شخص لديه مثلا مرض مزمن أو مشكلة، يعني مشكلة صحية كبيرة، فتح ملف خاص به أو متابعة موضوعه بشكل دوري. المادة 17 نصت على الحق في التعليم لكل نزيل، حق التعليم ومواصلة الدراسة، وعلى إدارة الإصلاحية العمل على تأمين حاجة النزلاء من لمواصلة الدراسة. الفصل السابع من القانون أعطى الحق للعمل لكل نزيل في نصوص المواد 20 21 22 23 و 24 و 25، حيث وأيضا نظم مسألة أنه النزلاء اللي هم تحت سن ال 15 أيضا نظم مسألة عملهم كيف تتم داخل السجون، حظر أعمال السخرة، يعتبر العمل جزء من عملية تقويمية وتأهيل النزيل، شروط تشغيل قلنا من أتم ال 15 من العمر، تحديد الأجور، أجور العمل أيضا. الفصل الثامن نظم زيارات النزلاء والمودعين والموقوفين في المادة 26 و 27 و 28، زيارة يجب أن تكون في كل شهر زيارة، لا يجوز حرمان النزيل من الزيارة لمدة أقصاها 3 أشهر. أنا أعتذر، هناك كثير من المواد حقيقة، بس الظاهر الوقت ما راح يسعفنا، فراح أحاول أدخل في الموضوع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ندخل الموضوع بما يخص سجن الحوت وما يخص السجون العراقية بشكل عام وسجن الحوت بشكل خاص. حقيقة لا توجد أعداد حقيقية لعدد النزلاء داخل العراق، لأنه اغلب الأعداد او اللي تابعناها في التقارير المنظمات الدولية او حتى منظمة المفوضية العليا لحقوق الإنسان لم نجدها تقارير سابقة، ولا نجد رقم يعني يحدث ما يعني يحدث الأعداد الجديدة التي دخلت. لكن حقيقة في آخر تحديث للنزلاء الموجودين في العراق، يعني
يعني هناك تقارير تحدثت عن وجود 76 ألف نزيل الآن في السجون العراقية. سجن الحوت هو من أحد السجون التي افتتحت في عام 2008 وهو كان بديل لسجن أبو غريب. هذا السجن يقع في مدينة في محافظة ديقار في مدينة النصرية. الطاقة الاستيعابية لهذا السجن هي 6000 سجين و 6000 سجين. حقيقة هذا السجن شهد انتهاكات كثيرة وشهد حالات تجاوز كثيرة وجرائم كبيرة جدا رصدتها العديد من المنظمات الدولية، منها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في تقريرها لسنة 2021، بالإضافة إلى مجمل التقارير السنوية التي صدرت عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان والتي أشارت في مجمل تقاريرها على وجود انتهاكات كثيرة وكبيرة وواسعة في السجون العراقية. حقيقة الانتهاكات كثيرة جدا وأنا يعني لخصتها في اوراق، لكن لضيق الوقت راح اتناول موضوع واحد. عندكم يعني جيد تقدر تاخذ تمام كل باب جزئيه معينه. تمام انا هم راح ان شاء الله ما راح نطول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حقيقه اول مشكله تواجه السجون العراقيه هي مساله الاكتظاظ وخصوصا سجن الحوت. سجن الحوت هو من السجون، طبعا هو سجن التاج، يشتركون باكثر عدد من النزلاء. يعني التقارير تحدثت عن وجود أكثر من تقريبا 40,000، ما نريد نقول أكثر، 40,000 سجين داخل السجن. وإحنا ذكرنا إنه الطاقة الاستيعابية لهذا السجن هي 6,000، فيعني لك أن تتصور يعني أعداد فائقة جدا، والخدمات اللي موجودة داخل السجن لا يمكن لها أن تغطي مجمل هؤلاء. حقيقة بديت موضوع الاكتظاظ لأنه رد الحكومة العراقية ورد وزارة العدل على التقرير اللي يتكلم عن وجود انتهاكات كان رد سلبي جدا، وكان رد لا يرقى حقيقة لدرجة الانتهاكات ودرجة وخطورة الانتهاكات اللي موجودة. لكن المشكلة الرد كان فيه اعتراف صريح على وجود اكتظاظ داخل السجون وعلى قلة المستلزمات الصحية. حقيقة لو نجي نتكلم على الاكتظاظ بحد ذاته سنجد أن الاكتظاظ تتفرع منه العديد من الانتهاكات واللي أنا راح أذكرها الآن. يعني مثلا الاكتظاظ اليوم من نتكلم عن الاكتظاظ اليوم نتكلم على أنت من عندك 6,000 نزيل اليوم داخل السجن وتجيب 40 تخليهم، أكيد راح يصير عندك مشاكل في المستلزمات الصحية وين تكون فيها نقص، يكون عندك مشكلة في القاعات النوم السجناء وغيرها، يكون عندك مشكلة في الطعام وملحقاته، تكون عندك مشكلة في مسألة برامج التأهيل اللي أنت المفروض تقدمها لهذا النزيل حتى يخرج للمجتمع، يخرج يعود مرة أخرى لحضن المجتمع ويبدي بتعايش مع الناس. لذلك حقيقة موضوع الاكتظاظ هو من أكثر الأمور، هو من أكثر المشاكل التي تندرج تحتها المشاكل الأخرى التي أنكرتها الحكومة، على الرغم من أنه تقرير الأمم المتحدة الأخير اللي صدر تكلم عن أنه وجود حالات تعذيب كبيرة. يعني التقرير رصد أكثر من 235، يعني أخذ استجوب يعني أو قابل أكثر من 235 نزيل في السجون، 100 أو نصف أو أكثر من نصف العدد هذا تكلم عن وجود تعذيب داخل السجون. هذه إضافة إلى إذا هذه طبعا نكرة الحكومة قالت لا توجد انتهاكات ولا يوجد تعذيب داخل السجون العراقية، على الرغم من أن المقابلات ذكرت والتقارير ذكرت وهناك شهادات يعني حية من النزلاء قالوا إحنا تعرضنا للتعذيب. لكن المشكلة التي الأكبر في مسألة سجن الحوت هي مسألة الاكتظاظ وما يشهده من مشاكل، طبعا مشاكل في صحة النزيل، مشاكل في الأطعمة المقدمة لهم، في الملبس، في الزيارات، في ممارسة الرياضة، في عدد ساعات التشميس. يعني هسه إذا إن شاء الله نبدي بالموضوع يعني الموضوع الأول اللي حالات التعذيب واللي ذكرتها الآن، إنه يعني هناك أحد السجناء يقول بأني عشت أسوأ أيام حياتي عندما انهالوا علي بالضرب. أنا أحد الاعترافات اللي ذكرها أحد المعتقلين أو أحد النزلاء لمنظمة لبعثة الأمم المتحدة يونامي، وبالإضافة إلى أن هناك جثث يعني استلموها يعني هناك عوائل استلمت جثث أبنائهم من النزلاء كانت عليها أثار ضرب، ولكن بسبب تهديد وبسبب خوفهم من أنه يقومون بطلب مثل ما تقول تحقيق في هذا الأمر قيدت هذه
الحالات إلى بسبب أمراض مثلا سوء تغذية، تسمم أو مرض مزمن أو كذا. فهناك حالات تعذيب كثيرة داخل السجون حقيقة لم تعترف بها الحكومة العراقية أبدا. معاناة العوائل النزلاء أثناء الزيارة، حقيقة العوائل التي تم أخذ أيضا أخذ عينة منهم من شهاداتهم على المعاناة التي يشاهدونها والتي لا تقل تعذيبا عن السجون تحت. حقيقة الناس اللي بعيدين عن السجن يشعرون بمعاناة كبيرة بقطع مسافات كبيرة للوصول السجن، وما إن يصلوا فإن إدارة السجن تفرض عليهم الحضور مبكرا ويشكون من قلة الساعات الزيارة مع السجين، ويشكون من وجود فواصل ما بينهم وما بين السجناء، وبسبب كثرة الناس اللي موجودة يعني الصوت لا يمكن أن يصل إلا برفع صوتك، وبالتالي موضوع الزيارة موضوع جدا متعب للنزيل ولعوائل النزيل. ارتفاع عدد الوفيات، حيث ارتفعت عدد الوفيات وخصوصا في هاي ما ذكرته الحقيقة منظمة اليونامي، ذكرت انه وجود حالات وفاة كثيرة في السجون. والمشكلة في موضوع السجون انه لما تكون هناك حالة وفاة لا يستطيع اهل المتوفي استلام جثة ابنهم الا بعد ان يدفعوا. هذا ما اذكر ان شاء الله بموضوع السمسرة وظهور نمو شبكات سمسرة داخل السجون في كل شيء. فحقيقة الوفيات كثيرة وخصوصا في سجن الحوت، ولمجموعة أو فئة تتراوح أعمارهم ما بين 35 و50 سنة تعرض، يعني هناك أعداد وفيات كثيرة رصدتها المنظمات الدولية. مو شبكات سلسلة حقيقة نعم؟ لا والله ما في، لا توجد هناك يعني حقيقة يعني من خلال متابعتنا لمجمل التقارير لا نجد هناك أي إحصائيات سواء حكومية رسمية أو منظمات دولية تتكلم عن وجود إحصائيات معينة لأعداد الوفيات التي تخرج، وإنما هي مجرد أخبار يومية حتى لا يتم رصد المجموع بشكل كامل. نمو شبكات السمسرة بشكل واسع، حيث إدخال الأغراض إلى السجين تكون بمبلغ، نقل السجين من مكان الآخر يكون مبلغ، أعطاء أدوية حتى السجين داخل السجن أنه يقوم بشراء شيء لازم، لأن بسبب رداءة الطعام وبسبب قلة المستلزمات الصحية فلا بد أن يقوم بشراء هاي الأمور مثل الأكل مثل بعض المستلزمات. أيضا هذه تكون بمبالغ مالية يجب أن يقوم بتقديمها السجين أو النزيل إلى دائرة إلى الموظفين لكي يقوموا بجلب الطعام له أو غير ذلك. إضافة إلى ذلك سوء التغذية، وهذا سوء التغذية هو يعتبر من أحد مشاكل الاكتظاظ حقيقة، لأنه الأعداد كبيرة فإذا أكيد سيكون هناك رداءة، لأن أنتم يعني عندما تكون إدارة السجن مجهزة نفسها على 6000 سجين وتفاجأ أنه عندها 40,000، فلك أن تتخيل يعني 40,000 أنك لازم تجهز لهم أكل بمدة 3 وجبات، فهذا أمر جدا صعب، وبالتالي هذا راح يرد بمردود سلبي على سوء المواد الغذائية وسوء المفردات الغذائية التي يحصل عليها كل سجين. طبعا انعدام الخدمات الأساسية الصحية من الماء ومن الأطعمة والمشرب، بالإضافة إلى سوء الخدمات المتمثلة بأماكن التهوية، بأمور تتعلق بممارسة الرياضة، بعدد ساعات التشميس التي المقررة لكل سجين، حقيقة هذه كلها تدخل ضمن مسألة الاكتظاظ وتدخل أيضا في مسألة الإهمال، أنه أعداد كبيرة لا يمكن لك أن تتابع معها أو تستمر معها بتقديم هذه الخدمات للكثرة ولقلة حقيقة هم أيضا قلة. هناك شكوى من قلة القائمين على السجون، قلة مثل ما تقول الكوادر التي المختصة بهذه الأعمال. انتهاكات حقيقة بحق المرأة، أيضا المرأة لا تأخذ خصوصيتها، هناك مشكلة فيما يخص موضوع الأطفال المرافقين للسجناء، حقيقة مشكلة جدا كبيرة لا يمكن لا يوجد لها حل، تضاف إلى مشكلة الاكتظاظ أيضا، لأنه سجن الحوت أيضا يحتوي على مجموعة على تقريبا 2000 امرأة سجينة، وأيضا هذه النساء برفقتها أطفال، وبالتالي سنكون أمام مشاكل أكبر، خصوصا أن هذه الفئات تعتبر من الفئات التي لها حماية خاصة تكون من قبل الاتفاقيات أو مجمل الاتفاقيات القانونية والوطنية التي تأتي بهذا الخصوص. ضعف برامج التأهيل، حقيقة يعني احنا بنتكلم عن لا توجد
لا يوجد لا توجد تغذية صحيحة، لا توجد صحة مستلزمات صحية جيدة، لا توجد متابعة جيدة. إذن فموضوع التأهيل فأيضا يعني هذا موضوع يجوز جائز منسي أعتقد، يعني لأنه حتى تقارير المفوضية تكلمت عن وجود عن انعدام برامج التأهيل المطلوبة للسجناء. في الأخير نتكلم في ليس آخرا حقيقة نتكلم عن مدى الاستجابة. حقيقة كما تكلمنا أنه لا توجد استجابة من الحكومة العراقية حول الانتهاكات الموجودة داخل سجن الحوت، وإنما الاستجابة كانت بالاعتراف وجود اكتظاظ، وهذا الاكتظاظ نقدر نحط تحت خط ونكتب أغلب الانتهاكات أو أغلب المشاكل الإنسانية اللي احنا ذكرناها الآن. الحقيقة المسؤولية الجنائية هي مسؤولية دولية جنائية تكمن فيما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنه نقدر نأخذ التعذيب اللي يعتبر هو جريمة من جرائم ضد الإنسانية التي نصت عليها المادة السابعة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن احنا نتمنى أن يكون العلاج داخل العراق وليس خارج العراق. عندنا هنا ايضا اتفاقيه مناهضه التعذيب سنه 1987 ايضا تكلمت، وكانت هي يعني لها الباع الكبير في مساله تحديد المسؤوليه الجنائيه على القامين بهذه الانتهاكات. بالنسبه للقانون الجزائي العراقي نص ايضا على عدم جواز استعمال اي وسيله غير مشروعه في ماده 172، لكن قانون العقوبات العراقي كان له دور كبير في تحديد العقوبه المناسبه للجرائم التي ترتكب من جانب ممثلي السلطه العامه، حيث نصت الماده 332 من قانون العقوبات العراقي سنه 1969 على تجريم الافعال التي يقوم بها ممثلي السلطه العامه والتي بعقوبه الحبس او السجن. وهنا فرق بين السجن والحبس والسجن، انه السجن حبس لمده من 24 الى 5 سنوات، والسجن من 5 سنوات الى 20 سنه. اما اذا كان فعل التعذيب هذا ارتفع الى 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 الايذاء او الى العاهه المستمدين، فهنا عالجت الماده 410 و412 من قانون العقوبات ذلك باعتبارها جريمه، يعني جريمه ضد الحياه، وهنا تتباين العقوبه ما بين 15 الى 20 سنه وحسب الظرف المشدد. تحريك الدعوه يكون من قبل المجني عليه او من يقوم مقامه، ولكن موضوع تحريك الدعوه حقيقه يعترض بعارض الاذن الذي نصت عليه الماده 136 باء من قانون اصول المحكمه الجزائيه، التي قالت بانه لا يجوز رفع دعوه على الموظف التابع للجهه يعمل في السلطه العامه الا بعد اخذ موافقه الوزير، وهذا امر حقيقه يعتبر عائق امام رفع دعاوى امام لمرتكبي الانتهاكات الا ب الحصول على موافقة الوزير المختص، وهذا يعتبر عائق حقيقة. دعوة تقادم بثلاثة أشهر من تاريخ المجاني أو هنا حقيقة راح أتكلم في بعض التوصيات اللي ذكرناها اللي نود أن نعرضها على الحكومة العراقية ونتمنى أن تكون لها استجابة. أولا يجب اعتماد تعريف للتعذيب مطابق لما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية التعذيب، الوقوف على جميع الادعاءات التي تشير إلى ارتكاب جريمة التعذيب التي كشفت عنها المنظمات الحقوقية ومحاسبة مرتكبيها، العمل على جمع وثائق شاملة وواضحة المعالم ضد ضحايا المعاملة اللا إنسانية وتحديد وهوية الجنات المزعومين، ضمان مقاضاة من يزعم أنهم ارتكبوا أعمال التعذيب، توفير آليات وسبل كفيلة بالتعويض وجبر فعال للضحايا، إعادة النظر في المادة 136 التي تتكلم عن الإذن اللي تكلمنا عليه قبل شوية، إجراء تحقيق فوري ومستقل عن من يموت عن الأشخاص الذين يموتون داخل السجون، توفير ظروف اعتقال ملائمة بما في ذلك الحبس الانفرادي الطويل، النهوض بالواقع الصحي، إنشاء إصلاحيات جديدة وإنهاء مشكلة الاكتظاظ، العمل على إصلاح وتوفير الخدمات الكهرباء والماء داخل السجون، إعادة النظر بالنظام الغذائي المتبع داخل السجون، العمل على وضع خطط منهجية، العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أكواد منتسبي السلك القضائي. وفي نهاية هذا الموضوع أتمنى أن ينال هذا المحتوى إعجابكم، فإن وفقت فهذا فضل من الله، وإن قصرت فهذا دليل استيلاء النقص على جملة البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا للباحث الدكتور أحمد الفلاحي على هذه الكلمة المهمة والمحاضرة التي تأتي أهميتها من
كونها تتعلق بحالة شاذة ومستمرة في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم. حقيقة استوقفني قضية الاكتظاظ بالسجون، وسبق أن تحدثت عنها في أكثر من مقال، لكن الأخ أحمد يعني سلط الضوء عليها بشكل يعني كبير، وبالذات فيما يتعلق بجوانب يعني توفير الخدمات، وجانب مهم حقيقة ربما نغفل عنه، وهو قضية الزيارة من قبل يعني ذوي السجناء. وعليه حينما تخيل أن معتقلا أو سجينا في مدينة عمارة وأهله في الموصل، وتخيل معي المسافة التي يحتاجونها للذهاب إلى يعني الوقت الذي يحتاجونه والمصاريف التي يحتاجونها للذهاب إلى الناصرية، وثم بعد ذلك لا يتمكنوا من مجرد السلام على ابنهم إلا بصعوبة. من هنا تأتي هذا يعني ترهيب هذا التوصيف. ما ذكره الدكتور فلاحي بقضية يعني حقوق السجين العراقي في الدستور حقيقة شيء جميل جدا، لكنه غائب تماما عن الواقع العراقي. وهذه الأمور هي من الأمور التجريبية والذوقية. يعني حينما كنا في المعتقل يعني كنا ننام على يعني طبق من الكارتون، وتخيل معي هذا المشهد، الطعام ما كنا نملك المال الكافي لشراء، يعني أنا يعني حينما أخذت من بيتي لم أملك درهما واحدا، وبالتالي القضية ليست بهذا التصور الذي يذكر في الإعلام. هذه أمور لا يمكن أن توصف إلا من قبل المعتقل أو السجين، وبالذات حينما يكون مظلوما. يعني نحن نتحدث عن قضية أنه نسبة ليست قليلة من هؤلاء، يعني ونحن نعرف بعض الشواهد، هم مظلومون وبالتالي ظلموا واضطروا لبيع ما يملكون من بيت وأملاك من أجل تخليص أولادهم من هذا الظلم، ومع ذلك لحد الآن القضية مستمرة. تخيل معي قضية النائب أحمد علواني، نائب تم رفع الحصانة عنه وله عشيرة كبيرة، ونحن في مجتمع مع الأسف غابت فيه الدولة وعادت عشائرية من جديد. العشائرية شيء نعتز به، لكن في الدولة المدنية يفترض أن يكون القانون هو الحكم وليس القانون العرفي والعشائري، إلا في بعض المسائل العشائرية المعروفة لنا. وبالتالي حينما يكون إنسان نائب سابق ومن عشيرة معروفة في العراق، ورأينا صورته الأولى التي سربت بعد وساطات من بعض النواب وتمكنوا من اللقاء بالعلواني، كانت الصورة لمن لم يرى العلواني في السابق لا يعرف العلواني، كان عبارة عن نصف العلواني يعني تماما. وتخيل معي نائب وهذا حاله، فما حال الفقراء الذين لا يملكون عشيرة كبيرة وليسوا من النواب؟ وتخيل معي المشهد. القضية يا أخوان ليست بالكلام، الواقع شيء، والكلام والتنظير الذي تقول به بعض يعني الأطراف الرسمية شيء آخر. حقيقة السجون العراقية حالة مخجلة بمعنى الكلمة. حينما يعني كنا في المعتقلات وحينما اعتقلنا كانت بداية الانتهاكات لحقوق الإنسان في عام 2005، بعد يعني بعد تموز 2005، وبالذات بعد تفجير المرقدين في شباط 2006 بدأت الانحدار الكبير في قضية حقوق الإنسان العراقي. وعليه من يريد أن يبني دولة عليه أن يهتم بالإنسان، من يريد أن يبني دولة عليه أن يحفظ كرامة الإنسان، لأنك حينما تهين الإنسان من قبل الدولة سيخرج هذا الإنسان مستعد لأن يكون مع أي جماعة إرهابية من أجل الانتقام مما تسمى الدولة أو القوى الرسمية. لماذا؟ لأنه ذاق كافة أنواع الذل والهوان. إذن هي ليست أماكن للإصلاح، وإنما هي
مع الأسف في بعض الأوقات تكون يعني أماكن لتفريخ الإرهاب. من يريد أن يكافح الإرهاب عليه أن ينشر العدل، من يريد أن يكافح الإرهاب عليه أن ينشر العدالة والمساواة بين المواطنين. أنا أشكركم، الموضوع حقيقة يعني مؤلم، وبالتالي أنا اضطررت لهذا التعقيب الذي ربما هو طويل بعض الشيء. شكرا للأخ دكتور أحمد فلاحي، ونفتح باب التعقيب لمدة 3 دقائق لكل متحدث، والأسئلة دقيقة واحدة لكل يعني من يحب السؤال. والبداية مع الأخ بهجة الكردي الكاتب العراقي، تفضل. تحياتي للأخوة المنظمين للمحاضرة، وتحية للدكتور أحمد الفلاحي. تحياتي لك صديقي العزيز دكتور جاسم العزيز. أنا أحييك على هذا البحث، لكن عندي بعض الملاحظات. يا سيدي، جريمة الاعتقال بالعراق خارج كل القوانين البشرية اللي الله خلقها من أيام السومريين إلى اليوم. خريجة يعني شغلة طائفية باعتراف الجميع، ومقصرة كل المؤسسات. أنا أحد الناس اللي راجع المحاكم الدولية في لاهاي، ولكن الجريمة هنا متعمدة في العراق، مو بس الاكتظاظ. دكتور انت تغاضيت عن قضية تجارة الأطفال، تخيل يبيعون أطفال من سجن إلى سجن، يستغلوهم جنسيا، يطلعوهم إلى سجن ثاني. حكاها وتكلم فيها عضو في البرلمان صباح الكناني، يتكلم عن بيع النساء في السجون العراقية من سنة العراق بالليل، ويرجعوهم المشترين بالنهار الصبح. هذه بأي دين، بأي أعراف، بأي شريعة بالعالم؟ أنا عندي سجينين، عندي سجينين في سجن الحوت من أقاربي، أولاد أختي 17 سنة و19 سنة من 2017. على إيش معتقليهم؟ ابن عمهم الكبير بداعش، الكبير توفى قبل سنة في سجن الحوت، قايت بيلة الفشل كلوي. طيب يا سيدي، هذه الجرائم المجتمع الدولي دا يقول للحكومة العراقية اذبحوا من تشاؤون، اقتلوا من تشاؤون، حطوا له تهم، إذا احتاجيتوا طلعوا براءة مثل ما صلعوا رافع العساوي وغيره وغيره، يطلعوهم يوم اللي يحتاجوهم. وهذه كارثة في القانون الدولي، يعني معناها عندنا أكثر من 90% من أبنائنا اللي بالمعتقلات أبرياء. ونسيت أكو يعني أريد أقول لك حاجة، البارحة تابعت إحدى المؤسسات العسكرية في صلاح الدين تعلن عن 7 سجناء ونشروا صورهم، وفي حلقتي على اليوتيوب سويت عليها يعني 7 أشخاص بالدشاديش واضح عليهم الخبل، مدى يعرفون يرجعون لأهاليهم، فدا يطالبون الصور، الدولة تطلب من يعرف هؤلاء يأتي يأخذهم، خرجوا من السجن هم في أحد المعسكرات في صلاح الدين، ما يعرفون أين بيوتهم. أي معتقل بالعالم المفروض عنده اسم اللي يعتقل منه أهله، وين حتى يروح يوم اللي يحتاج يجيبهم؟ الجرائم هذه لا تعد ولا تحصى، وكنت أتمنى أن تحط في دراستك موضوع بيع الأطفال وبيع النساء من السجون العراقية، لأن هذه جريمة ارتكبت في زمن أحزاب إسلامية تدعي أنها أحزاب إسلامية. يا سيدي أنا أحييكم وأشكركم، تحياتي لكم. دكتور حسين تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للدكتور أحمد الفلاحي، شكرا لمركز رأسام على هذا الندوة. دكتور أحمد أخي، البحث مالك وكأنما نتكلم أنه إحنا في دولة مدنية في أوروبا وانتهكت حقوق الإنسان في السجن. الأمر ليس كذلك، موضوع اكتظاظ وموضوع كذا. نحن في شبه دولة، نسميها دولة لأنه فيها مجتمع بس فقط. اللي موجود في العراق أكبر مما ذكرته بكثير، لا أريد أعيد ما ذكره دكتور بهجت أبدا، لكن أقول لك أنه لا اعتقال وفق مذكرة
ولا سجين لم ينتهك سواء في الحوت أم في أي مكان آخر، لا يوجد حرمة لا للسجناء ولا لعوائلهم. هذا الأمر هو قضية ليست في تدخل في باب الجنايات بقدر ما هو سياسات. نحن لا نتكلم عن ناس متهمين مجرمين انتهكت حقوقهم، يجب أن نتكلم عن ناس أبرياء اعتقلوا بنظام طائفي يتعامل لا يتعامل وفق مبدأ المواطنة مع المواطنين سواء كان متهم أم كان بريء. النظام الطائفي لا يتعامل ولا يحترم الهوية الوطنية، يركز فقط على الهوية الفرعية مالته، وغيرهم إقصاء وانتهاك. هذا النوع من الأنظمة سيدي في دول العالم الثالث لا تستطيع ولا تجرأ أن تنفذ هذه تقوم بهذه الجرائم لولا هناك رضا دولي عليه، هناك مساندة دولية. لاحظ، أعتقد جميع المؤسسات الدولية تدرك في ما يحدث في العراق. هل حركت ساكن؟ لم تحرك. هل عوقب أحد من هؤلاء؟ لا، كل من تنتهي ولايته يسلم لما بعده، وهو قد قتل وارتكب أبشع الجرائم في التاريخ. النظام الدولي هذا النظام المنافق الذي يسمح لدول وأنظمة في العالم الثالث أن تنتهك كل مبادئ حقوق الإنسان، في حين ينتفض على كلب موجود في أوروبا انتهكت حقوقه. هذا النظام أصلا هو يعيش حالة احتضار اليوم بعد ما أحد يتقبل، لكن علينا أن نركز في بحوثنا أن نحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري سواء في العراق، في سوريا، في مصر، في أي دولة. هذا التركيز عليه يجب أن يكون حاضرا في البحوث، لأن ما يجري، من هو العراق حتى يستطيع أن يحصل المجتمع الدولي؟ من هي سوريا حتى تستطيع بشار حتى يستطيع أنه ينتهك حقوق الإنسان ويتحدى المجتمع الدولي مرضيا عنه فقط؟ أنا أتمنى أنه تضمن بحثك حقيقة. أنا أشكرك كثير وأكرر شكري لك على ما ذكرته من معلومة مهنية أكاديمية، لكن تضمن لهذا أنه لسنا في أوروبا حتى ينتهك حقوق سجناء متهمين ومجرمين. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا دكتور أحمد. الحقيقة البحث بحث أكاديمي، لكن أنا يعني ربما ما ملاحظتي عنه أنه كان بحث نظري لم يحتوي على أرقام حقيقية فعلية لانتهاكات سجن الحوت، وأنت يعني حضرتك أخذ سجن الحوت نموذج. الشعب العراقي الحقيقة يعاني من ويلات كثيرة، يعني حتى المتهم الذي يدخل وهو بريء عندما يموت لن يستطيع أهله استلام جثته إلا بعد دفع مبالغ للي ربما تسببوا بمقتله. أنا أعتقد أن العراق محتاج إلى شباب مثل حضرتك لإعداد بحوث ميدانية حقيقية يمكن الاعتماد عليها في الدعاوى التي تقام سواء من المراكز الدولية العراقية الموجودة في جنيف والموجودة في هولندا وفي لندن وغيرها، من أجل أن ينتبه العالم إلى هذه الانتهاكات ويعلم علم اليقين أن هذه أبحاث مستندة إلى أرقام حقيقية وإلى اعترافات حقيقية وإلى شواهد حقيقية. يعني أنا أعتقد من المعيب على شعب، وهنا أتكلم عن شعبنا العراقي، أن يصمد ويصبر ويغلق كل القنوات اللي متعلقة بالثورة على مثل هكذا نظام فاسد، وهو يشاهد أبناءه تنتهك أجسادهم وتنتهك قيمهم الإنسانية، والحقيقة لا يبالي أحد بهذا الموضوع. يعني نحن نتكلم ربما عن جانب أو جانبين من هذا النظام. القانون المعد من أجل السجون هذا يمكن أن تشاهده في سويسرا أو ربما في السويد أو أماكن أخرى حتى يتم رصد المخالفات في هذه النقطة أو تلك، لكن كل ما على هذه السجون من بناء ومن معدات ومن سجانين هي مقامة على باطل، فلا يمكن المقارنة الحقيقة بشكل نظري. وأتمنى عليك وأنت شاب يعني طموح وشاب كفؤ أن تدعم هذا البحث بأرقام حقيقية وبشواهد حقيقية وبحتى الأسماء. يعني هناك من يسمون بجماعة النظام السابق، يعني مودعين من 19 سنة في هذا السجن، كل من يموت فقط يخرج
ويخرج أيضا بطريقة يتم يعني إذلال أهله فيها، ناهيك عن المواطنين الأبرياء مثل ما تفضل الدكتور جاسم، اللي ما إلى لا نظام سابق ولا إلى عشيرة تسنده ولا إلى برلمانيين يدعموه. شكرا جزيلا مرة ثانية. شكرا شكرا. لا توجد هناك تحديث لا لأعداد المعتقلين حتى في سجن الحوت وفي جميع العراق. طبعا الانتهاكات اللي أنا ذكرتها هي موجودة في كل السجون، لكن أنا من حجيت على نموذجا عن سجن الحوت، هي موجودة في سجن الحوت لكن موجودة بغير سجون يعني، بس أنا ردت أحاول أكون مثل إكسكلوزيف أكثر أكثر. الأعداد أرقام العداد السجون لا ليست حقيقية، وإنما هي أعداد إذا كانت حقيقية فهي قديمة ولم تحدث. أعداد الوفيات غير موجودة إطلاقا، حتى أمم المتحدة حتى الفوضية لم تصدر أي أعداد فيما يخص الأعداد الحقيقيين للمتوفين أو الذين يقضون داخل السجون، تمام؟ فلذلك أنا حاولت إنسانيا أبين الوضع الإنساني داخل السجون، لأن إحنا مثلا نقول المات راح، هذه واحد، والموجودين إحنا الموجودين هسه لازم نشوف شنو الدا يعني. هسه هو السجين موجود بالسجين بشكل واقع يعني، موجود بشكل واقع موجود بالسجين. أنا اليوم لازم أدعمه، أدعمه بماذا؟ بأني أفضح وضعه الإنساني هذا اللي هو عايش، أفضحه وأحاول إنه أحرج الحكومة إنها تحاول تعالج. أي بالإضافة إلى القوانين أنا لازم أتكلم عن قوانين. طالما أنا أتكلم عن حقوق إنسان اليوم المحددات، لازم أستعين بالقوانين الدولية اللي حمت هذا الحقوق والقوانين الوطنية اللي حمت هذا الحقوق. وعذرونا خاف قصرنا وجزاكم الله خير. حينما نتحدث عن ضرب القانون من قبل السياسيين وضرب الدستور من قبل السياسيين، أعتقد أنه هذه حالة ليست يعني هينة، وبالتالي يعني يفترض أن نأخذ الجانب المضيء من هذه الحالة ونبين أن ما كتب من قبلهم لم يطبق. نعم، وبالتالي أعتقد أنه يمكن أن نستغل هذا الأمر من هذا الجانب. ثانيا، مركز آفاد الحقوقي ذكر مقال سابق للأخ دكتور حسين، الأخ أستاذ حسين ذكر أنه عن سجن الحوت نموذجا سبق وأن كتبه لموقع لمركز رأسام، ذكر أنه في تشرين الثاني أنه قتل أو أي تشرين الثاني 2021 قتل في شهر واحد 27 معتقل في سجن حوت. وبالتالي لو تخيلنا أن شهرا واحدا حصلته 20 يعني ضحية، هذا يعني أننا نتحدث عن المئات سنويا. القضية يا أخوان مرعبة، وأنا أتذكر هنا أنني أجريت أكثر من لقاء مع اللواء منتظر السامرائي، الضابط العراقي والمسؤول عن قوات الخاصة في وزارة الداخلية العراقية، واللقاءان يعني موجودان في صحيفة بصائر. ذكر خلال اللقاء أحد اللقاءين قال إنه حتى المجانين لم يسلموا من الانتهاكات. كيف؟ قال حينما يتم يراد تنفيذ حكم الإعدام بشخصية تملك أموال طائلة، في ليلة التنفيذ يتم الإتيان بمجنون من مستشفى المجانين أو من الشارع، وفي اليوم التالي ينفذ الإعدام على هذا المجنون ويطلق سراح المتهم القاتل ويتم تهريبه بعد ذلك خارج العراق. تخيلوا معي ضياع الضمير، هناك حاجز مخيف انكسر في العراق بعد تشرين، الفضل لله أولا ثم لرجال تشرين ثانيا. يجب أن نكون جميعا على استعداد تام لتوثيق الجريمة، حينما نوثق الجريمة سنفضح القتلة والمجرمين. أرجوكم حثوا عوائلكم في العراق، احنا أيضا بكل ما نملك من أدوات نعمل من أجل توثيق الجريمة، وإلا فإن الذبح سيستمر في كل الشعوب في المنطقة في العراق وسوريا واليمن وغيرها. أنا أشكركم على هذه سعة صدركم وصبركم، أشكر الأخ المحاضر أحمد فلاحي على هذه المحاضرة الطيبة، ونأمل والشكر لمركز رأسام لهذه المبادرة الكريمة، ونتمنى أن نلتقي قريبا في مناسبات أخرى تهم العراق والعراقيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.